صلة بن أشيم تابعي جليل من أهل التقى والزهد، قد لا يعرفه الكثير منا ولم يسمعوا به. خرج يوما في إحدى الغزوات مكتتبة وقد بلغ من العمر 80 سنة، وفي ليلة المعركة يقول أحد تلاميذه: راقبت صلة وإذا به يتسلل من خيمته لواذا حتى لا يشعر به أحد، ويبتعد عن معسكر الجيش ويختبئ خلف أكمة بين أشجار ويجلس يدعو ربه يناجيه، يبكي ذنبه، يتأسف على نفسه، يتحسر. يقول: وبينما هو في ضراعته وفي مناجاته وفي بكائه وفي طلب الشهادة من الله صادقة، إذ سمعت صوتا لزئير أسد تنخلع القلوب لزئيره، واقترب حتى وصل إلى صلة، نظر إلى صلة مزمجرا وهو يهم بأكله أو افتراسه، فيقول: والله إنني في مخبئي ارتجف فؤادي واضطربت أوصالي، وما عدت أعرف يميني من شمالي ولا أعرف طريق الهروب، فتجمدت في مكاني وهو مختبئ. يقول: والله ثم والله نظرت إلى صلة فما رمشت له عين، ولا اضطرب له جفن، ولا تغير له لون، ولا قطع مناجاته مع الله سبحانه وتعالى. ووقف الأسد يرقبه والصلة يناجي، والأسد ينتظر فريسته والصلة يناجي، حتى إذا انتهى من المناجاة التفت إلى الأسد وقال: يا حيدرة، يا حيدرة، إن كنت أمرت بأكلي أو بقتلي فتقدم، فإنما هي آجال مكتوبة مضروبة، وإن لم تؤمر بهذا فلا تشوش علي صلتي بربي وانصرف راشدا. قال: فوالله ما هو إلا أن طأطأ رأسه وبصبص بذنبه وولى هاربا لا يعقب على شيء. أصبح الصباح وجاء الناس، كل يتمنى الشهادة وكل يتمنى الجنة وكل يتمنى الحور. يقول: إلا صلة، يجلس بين الناس فإذا قال له تكلم بكى وذرفت عينه وقال: وماذا يفعل مذنب مثلي، وماذا يقول خطاء مثلي. يا أحبتي، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم النماذج، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جري المجامع.